اهلا بكم من جديد. تستضيف جامعة الدول العربية اليوم اجتماعا للجنة مبادرة السلام العربية برئاسة مصر ومشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس و15 دولة عربية، وذلك بناء على طلب من فلسطين لبحث التصعيد العدواني الإسرائيلي الأخير في القدس واستمرار سياسة الاستيطان، بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين المستمرة على الشعب الفلسطيني والتي أسفرت مؤخرا عن استشهاد رضيع بشمال الضفة الغربية المحتلة. من ناحية أخرى، شدد وزير الخارجية سامح شكري على أن مصر لا تدخر جهدا لتحريك القضية الفلسطينية واستئناف عملية السلام. وخلال لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد شكري أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية التي تهم جميع الدول العربية، موضحا أن مصر تبذل كل الجهد لحماية الشعب الفلسطيني والعمل على استئناف مفاوضات السلام لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. في اليمن، شن طيران التحالف العربي صباح اليوم عدة غارات على مواقع للمتمردين الحوثيين في تعز جنوبي البلاد، واستهدفت الغارات مناطق متفرقة منها مقر الحوثيين في حي العسكري وموقع عسكري بالقرب من القصر الجمهوري. وتأتي هذه الغارات بعدما تمكن الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية من استعادة السيطرة على محافظة لحج لتصبح المحافظة الثالثة المحررة بعد الضالع وعدن. فككت قوات الأمن التونسية خلية إرهابية كانت تعتزم تنفيذ هجمات ضد منشآت أمنية حساسة بالبلاد. وقالت وزارة الداخلية إنها أوقفت 6 عناصر بجهة الدهماني من ولاية الكاف مرتبطة بمجموعات إرهابية أخرى متحصنة بالجبال كانت تخطط لأعمال عدائية بالبلاد. اقتصاديا، واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها في مستهل تعاملات اليوم للجلسة الثانية على التوالي بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب قبل يوم واحد من افتتاح قناة السويس الجديدة. وكانت البورصة قد أنهت تعاملات الثلاثاء على صعود بدعم من مشتريات قوية للمؤسسات المصرية متجاوزة موجة من البيع بهدف جني الأرباح ضغطت على التعاملات لنحو جلستين متتاليتين. ارتفعت إيرادات السكك الحديدية خلال شهر يونيو الماضي إلى 11,600,000 جنيه لتبلغ 98,500,000 جنيه مقابل 86,500,000 جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية ليبلغ 20,500,000 راكب مقابل 16,600,000 راكب خلال الشهر ذاته من العام السابق له. كشف المهندس خالد رامي وزير السياحة عن ارتفاع معدلات الحركة السياحية بنسبة 8% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقال رامي إن خطة الوزارة تستهدف رفع معدلات حركة السياحة الوافدة إلى مصر إلى 11 مليون سائح بنهاية العام الجاري. وإلى أخبار الرياضة، حيث نجح نادي الزمالك في التعاقد رسميا مع أحمد حمودي صانع ألعاب فريق بازل السويسري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مقابل 175,000 يورو. ومن المقرر أن يقوم النادي السويسري بإرسال البطاقة الدولية للاعب إلى نادي الزمالك حتى يتسنى للنادي الأبيض قيده في القائمة الإفريقية قبل نهاية اليوم. استقر فتحي مبروك المدير الفني لفريق الأهلي على قيد 5 لاعبين في القائمة الإفريقية الثانية للفريق الأحمر لتدعيم الأهلي في مشواره ببطولة الكونفدرالية الإفريقية. واختار مبروك الخماسي أحمد فتحي وشريف عبد الفضيل وصالح جمعة والغاني جون أنتوي والجابوني ماليك إيفونا للانضمام للقائمة الإفريقية لمواجهة النجم الساحلي. فازت لاعبات المنتخب المصري للسكواش ببطولة كأس العالم للفرق للسكواش والمقامة في مدينة ايندهوفن بهولندا بعد تغلبه في نهائي البطولة على الولايات المتحدة الأمريكية. ويضم المنتخب الوطني 4 لاعبات هن نوران جوهر وحبيبة محمد ومريم متولي وسلمى هاني. وإلى حالة الطقس، حيث يسود اليوم طقس حار رطب شمالا
شديد الحرارة جنوبا نهارا ومائل للحرارة في أول الليل ومعتدل في آخره، وفي ميالي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم. بدرجات الحرارة تنتهي أخبارنا، وقبل الختام تذكرة بعناوين النشرة. أنظار العالم تتجه إلى مصر ترقبا لافتتاح قناة السويس الجديدة، وحفل الافتتاح ينتظر إشارة الانطلاق. في تصريحات خاصة للنهار اليوم، محلب يقلل من أهمية الأحاديث المشككة في جدوى مشروع قناة السويس الجديدة. والمقاومة اليمنية تؤكد سيطرتها على محافظة لحج جنوبي البلاد، ومقاتلات التحالف تواصل دك معاقل الحوثيين. نهاية نشرة الأخبار من تلفزيون النهار، شكرا جزيلا للمتابعة.